بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النهاردة يوم الحد، يوم 3 يوم 4/1. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. الشغل في مسجد التوحيد ابن بيتك، المنطقة الستة بجوار مدرسة قباء. طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى حفرنا السلم وابتدينا نعمل في الدرج زي ما حضراتكم شايفين اهو، بفضل الله سبحانه وتعالى. عم حمدي شغال في السلم اهو، والرجاله شغالين في الاعمده. نسال الله ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال يا رب. شغالين في الاعمده اهو، تمام. يعني ان شاء الله سبحانه وتعالى الاعمده اللي بره كلها كده ايه، خلص التجليد بفضل الله. قاعد الاربع تعمده اللي هم في قلب المسجد من جوه، وباقي السلم ان شاء الله سبحانه وتعالى، ومعانا سلمين تاني. نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، ونجعله في ميزان حسناتكم وصفه اعمالكم لكل من قدم وساهم وشارك معنا في هذا الصرح العظيم، الذي اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم جميعا، وان يجعلنا من المنفقين المتصدقين القائمين على خدمه بيوته وعلى عماره بيوته وعلى انشاء بيوته. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل لنا نصيب في كل ذاكر شاكر لله عز وجل في هذا الصرح العظيم. المسجد بفضل الله سبحانه وتعالى 1200 متر صافي، ده المصلى. نسال الله ان يتقبل يا رب. زائد السلالم بره حوالي 150 متر. نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم جميعا. فيا ريت يا اخواننا ايدكم معانا، احنا محتاجين حديد 16، حديد 12، وحديد 8 ملي علشان الاعمده وعلشان السلالم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا، ونسأل الله أن يتقبل صدقاتكم ومشاركاتكم معنا. فياريت يا أخوانا الترمومتر بتاعنا يرفع ما يهبطش، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت لهم همة عالية في الإنفاق وفي بذل الكثير. كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه يعتبر من رجال أعمال قريش، كما كان أبو بكر الصديق صديق هذه الأمة كان يعتبر برضه من رجال أعمال قريش، وكان سيدنا عثمان بن عفان كذلك، ولكنهم كانوا لا ينسى الصدقة أبدا، رغم أنهم كانوا من المبشرين بالجنة، ولكنهم كانوا لا ينسوا الصدقة، وكانوا لا ينسوا الإنفاق لدين الله عز وجل، وكانوا لا ينسوا المساهمة والمشاركة دائما في كل أوجه الخير. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا، وأن يجعلنا من المشاركين في أوجه الخير، لأن المسجد هو الذي يخرج منه كل خير.